شوف مثلا الجماعه الاجانب رايهم ايه، مش يعني مش هقول لك مش محتاجين رايهم، لا احنا بنحتاج نسمع الكلام ده من وقت للتاني ونشوف راي الجماعه بره، الناس العالم المجتمع الانساني بره بيشوف القيم الكبيره او القامات الكبيره والمبدعين المصريين واصلين الى اي مدى، عايزين نعرف هما شايفيننا ازاي. فتجد انه الست ام كلثوم موجوده في قائمه أعظم 200 مطرب ومطربة بالتاريخ كله. دي قائمة نشرتها مجلة رولينج ستون، والمفروض أنه طبقا لرولينج ستون فإنه أم كلثوم ترتيبها رقم 61 على العالم. طبقا لرولينج ستون برضو تخطت أم كلثوم مايكل جاكسون وريانا وبوب مارلي، يعني اللي هم مفترض أنه دول ناس سمعهم أو سمعتهم البشرية يعني شمال لجنوب الكرة الأرضية شرقها لغربها سمعوا الناس دي كلها. فتجد أن أم كلثوم ترتبها في قائمة رولينج ستون كأفضل 200 أو لأفضل 200 مطرب ومطربة، ترتبها يتخطى هذه الأسماء الضخمة والرنانة وصاحبة الصيت والشهرة الذائعة عالميا. مش بس كده، الست أم كلثوم هي العربية الوحيدة، الصوت العربي الوحيد اللي ضمن قائمة أعظم 200 مطرب في التاريخ. خد بالك هنا، خد بس لقطة لمحة، ده صوت مصر، ده جزء من قيمة مصر وقدرة مصر وقوة مصر الناعمة. جزء معانا على التليفون الاستاذ امجد جمال الناقد الفني المعروف. اهلا بيك يا استاذ امجد. اهلا بيك يا استاذ يوسف، سنه سعيده على حضرتك. اخبارك ايه؟ كل سنه وانت طيب وسنه سعيده علينا جميعا. وانت طيب، سنه سعيده عليك وعلى كل المشاهدين. علينا جميعا يا رب. قول لي بالنسبه لقائمه ال 200 في مجله رولينج ستون، احكي لنا كده القصه دي ايه؟ طبعا مجله رولينج ستون محتاجين بس ناكد انها من المجلات الاعرق في متخصصه في الموسيقى، يعني هي مجله اتاسست سنه 1967 وهي من المجلات اللي كلمتها مسموعه، لان هي مجله عريقه وفكره ان في مجله متخصصه في المزيكا تحديدا دي حاجه قليله شويه في الصحافه الترفيهيه يعني. عظيم. فهي طبعا المجله فيها طقم تحريري يعني ونقاد موسيقيين، وهم عملوا التصويت ده قبل كده سنه 2008 يعني، بس كان 100 مطرب فقط، كانت قائمه ب 100 مطرب فقط. عظيم. ده بيبقى تصويت جماهيري. عملنا تحديث بقى، عملنا تحديث بقى في 1 يناير 2023 وزودوا بقى من 100 ل 200. طيب ده بيبقى تصويت جماهيري ولا بيبقى مجموعه من المعايير على حسب ما يتفق نقدر نحط الترتيب؟ لا طبعا هو مش جماهيري، هو خبراء او المحررين المجله هم كاتبين، هم يعني استشاروا برضو يعني نقاد من مجلات اخرى ومتخصصين، وكان في طبعا المعيار ده كمان من الحاجات اللي لفتت نظري جدا، ان هم بيقولوا احنا الصوت بالنسبه لنا مش مهم، احنا اخترنا ناس مطربين صوتهم يعني مش عليه اجماع، ولكن احنا اللي كان معيار بالنسبه لنا هو التاثير والاصاله يعني الاوريجيناليتي وعمق كتالوج المطرب وامتداد ارثه الفني، يعني لازم يكون عنده ارث فني سابه وعايش، يا فضل مده عايش الارث ده، يعني معايير ليها علاقه اكتر بالتاثير مش بالتقييم الفني او اللي ممكن يبقى خاضع للاذواق او للنسبي يعني. حلو، لان انا قعدت افكر بجد، وده عجبني الكلام اللي بتقوله، يعني الشرح ده بالنسبه لنا كلنا مهم، لان انا قعدت افكر قلت طيب ازاي ام كلثوم بتتخطى في الترتيب حد زي مايكل جاكسون اللي سمعته البشرية كلها، يعني أكيد هنلاقي ناس في أستراليا كتير ما يعرفوش أم كلثوم، ناس في كندا، في أمريكا، في الفلبين إلى آخره، لكن عارفين مايكل جاكسون، فأكيد في معايير أخرى. حتى أنا وزمايلي نحاول نوصل لأصل المعيار ما عرفناش، إلى أن أفدتنا في ذلك يا أمجد باشا الله. بس خلينا برضو يعني نرجع ونأكد أن حتى المعايير دي ممكن بعض الميول السياسية أو الأجندات برضو يعني تتدخل فيها في معايير تانية. مثلا مايكل جاكسون أنا في رأيي الشخصي هو ترتيبه في القائمة متأخر شوية، يعني حوالي 80 أو 90، ليه علاقة برضو بحياته الشخصية والجدل اللي حوالين حياته، الجدل اللي صار حول حياته ووفاته في الآخر وما أثير ما بعد وفاته أيضا. بالظبط. ولاحظ حاجة مهمة كمان، إن العشرة الأوائل في القائمة
كلهم بينتموا لما يسمى البلاك ميوزك او الموسيقى الافرو امريكيه، الموسيقى اللي هي الجاز البلوز السول الار ان بي، جاز وبلوز وسول وار ان بي طب وهيب هوب وراب وما الى ذلك والفانك برضو. فبرضو هما كلهم تقريبا من اصحاب البشره السمراء، او يعني برضو هو في احنا بقالنا فتره كده في القوائم والجوائز الفنيه والسينمائيه والموسيقيه في نوع من الموازنه او الحساسيه شويه، فكره الاعراق، فكره تمثيل المراه، فكره حاجات زي حتى تمثيل مجتمع الميم ده في الغرب عندهم بقى حاجه بتحكم بشكل يعني صريح ومعلن، يعني احيانا بيكون معلن، يعني احيانا يعني لما بيكون في قوائم او جوائز بتمنح بنشوف فئات كتير من اصحاب البشره بيضاء كتير قوي، او يعني ما فيش تمثيل المراه، بيحصل حملات بقى زي حمله اوسكار سو وايت والحملات اللي من النوع ده، عشان يعني نوع من الانتقاد لازاي انتوا معاييركم ما يعني مش ما فيهاش الدايفرسيتي، كل شويه بنسمع الكلمه دي مؤخرا ما فيهاش التنوع ده. فمش عايزين برضو ان احنا نغفل الجانب ده، موجود اكيد، بس يعني يكون برضو ام كلثوم صمدت رغم ما لهاش دعوه هي باي جوانب. يعني طب ده برضو تصور لطيف، كون ان ام كلثوم صمدت رغم انه من الممكن تبقى هي غير خاضعه لهذه الميول المتعلقه بالسياسه او بالعرق او احيانا بالميل الى قضايا معينه. تعرف اليومين دول في بعض القضايا لازم تبقى متصدره، يعني عليك ان تقبل بانه في اتنين امهات او اتنين ابهات، حاجات من النوع ده. هل في الميتين كان في ناس واضح انه تم اختيارهم بسبب دعمهم لهذا النوع من القضايا؟ يعني هو طبعا يعني حسيت بحاجه زي كده، يعني طبعا اكيد فيهم ناس اصلا بيكونوا نشطاء حتى في مجال يعني الحقوق اللي هي بيسموها سيفل رايت، اللي هي المركز صاحبه المركز الاول نفسها اللي هي اريسا فرانكلين، دي جت في المركز الاول. هي نجمه موسيقى السول وهي من اصحاب البشره السوداء طبعا، وكان ليها كانت عضوه ناشطه بشكل كبير قوي في موضوع السيفل رايت موفمنت في الستينات والحاجات دي، يعني كانت بتنزل مظاهرات بقى، يعني كان حد يعني ليه نشاط سياسي واضح. يعني انا مثلا مستغرب جدا ان حد زي فرانك سيناترا مثلا ترتيبه ال19، يعني انا هو مثلا ستيفي وندر سابقه، ستيفي وندر في رايي لا، يعني حد زي بيونسي سابقه سيناترا حاجه غريبه. بيونسي سابقه سيناترا؟ لا، بيونسي في المركز الثامن، غريبه قوي، سيناترا في المركز ال19. طب جيمي براون موجود؟ موجود بس مش عارف ترتيبه بالظبط، بس هو مش في العشر الاوائل. ازاي ده كينج اوف سول برضه؟ دي حاجات ازاي غريبة. بقى دي حاجات متهيألي ان هو بعد ام كلثوم كمان، يعني هي بعد ال 61 هو. طب ما هو جيمي براون ده المعروف حتى لقبا بكينج اوف سول، معروف بان هو بالضبط. كان ايضا ناشط في حركه الحقوق المدنيه مع مارتن لوثر كينج. هذا الرجل مع باتي جرين اوقفوا حرق واشنطن في مرحله من المراحل. ازاي يعني؟ طبعا في توازن، في برضه توازن، بس العشرة الاولانيين كلهم بينتموا للموسيقى اللي هي الافرو امريكيه، يعني فده كان ملاحظ جدا بالنسبه لي. وتاخر مركز مايكل جاكسون بالنسبه لي بيثير علامات استفهام كتير، وعدم وجود سيلين ديون مش موجوده في ال200، مش موجوده في ال200. ايديث بياف اللي هي لافين روز طبعا، يا خبر ابيض، بافاروتي، ماريا كلاس مثلا، يعني في اسماء مثلا مادونا مش موجوده، مادونا غريبه او انها مش موجوده، غريبه جدا. بس كون ام كلثوم صمدت رغم كل الناس دي اتنست اي بقى ايا كان معايير، هل في تلاعب، هل في ميول معينه حركت ام كلثوم صمدت بالرغم انها عربيه مصريه وصمدت، وهي العربيه الوحيده اللي في القائمه دي. بالمناسبه القائمه ما فيهاش كتير قوي اسماء، يعني مطربين مش بيتحدثوا الانجليزيه او مش بيغنوا بالانجليزي، قليلين قوي. يعني في مطرب من باكستان اسمه نصرت فاتح علي خان مثلا لاحظته، في يعني قليلين قوي اللي هم المطربين اللي هم الدوليين او وورلد ميوزك اللي هم بيغنوا بلغات يعني مش لغه انجليزيه او فرنسيه. طيب على كل الحال هو ام كلثوم دي كانت فرصه حلوه ان احنا نسمع صوتك، الى ان انت تنورنا بقى مره. عايزين نقعد نتكلم شويه على فكره الموسيقى المصري والموسيقى في العالم، علشان انا في حاجه دايما شغله مخي، كلمه ايه يقول لك ايه فلان لم يصل للعالميه،
وانا اظن ان احنا عندنا ازمه في الموسيقى بتاعتنا في مصر، انها واخده طابع كده مش بتاعنا على الاطلاق. يعني شويتين تلاقي الناس خبطه اسبانيولي او لاتن، وشويتين تلاقي الناس قاعده عماله بتاخد ثيمز من الجاز، بس موسيقى مصري مصري بقت قليله. ليه؟ ما اعرفش. وايه هي معايير انه يتقال مثلا هذا الموسيقار عالمي؟ ايه معايير انه يتقال هذا المطرب عالمي او هذا المغني عالمي؟ دي حاجه مهمه امجد، اتمنى انك تنورنا وقتك يسمح كده الاسبوع الجاي، تبقى حاجه لطيفه، تبقى فقره لطيفه جدا وحبوبه. اشكرك جدا امجد جمال ناقدنا الفني المعروف.